اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصعاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه
وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما ظاهر البرهان محكم البنيان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم مجيد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. اللهم واجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا. اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحبه وترضاه. اللهم وانقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة وانقلنا به من النار إلى الجنة ومن الضلالة إلى الهدى ومن الذل إلى العز يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم. اللهم واجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم وأدخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا بها يا مولانا الزلات يا رب الأرض والسماوات. اللهم ها قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك
ولذنا بجنابك فلا تطردنا يا مولانا عن بابك فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا رب العالمين اللهم واجعلنا لكتابك من التالين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغريد أو تغيير أو زيادة أو نقصان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أمات وأحيا وأوجد وأبلى وأضحك وأبكى وأسعد وأشقى يا أرحم الراحمين يا من رفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجرى الأنهار يا من أنقذ من الضلالة وهدى من الجهالة اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا اللهم لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن الفقراء البؤساء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون الخائفون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك يا حبيب التائبين يا سرور العابدين يا قرة أعين العارفين يا أنيس المنفردين
يا حرز اللاجئين يا ملاذ الخائفين إلهنا إلهنا كل فرح بغيرك زائل كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل إلهنا إلهنا قد قبلت الوفاء من السحرة الذين سجدوا لك سجدة وذكروك مرة ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك ما سجدنا قط إلا بين يديك ما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول إلهنا إلهنا قد انشغلنا بك إلهنا إلهنا قد انشغلنا بحبك قد انشغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا إلهنا إلهنا يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بسؤلنا منا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة الطيبة في مكان محبب إليك وليلة محببة إليك بقلوب منكسرة وأعين دامعة اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قد أجمعنا على سؤالك سؤالا واحدا ودعاء واحدا وطلبا واحدا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار فإنا لا نقوى على عذابها ولا نقوى على حرها اللهم حرمنا على النار اللهم حرمنا على النار اللهم باعد بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم حرم على النار أن تمس أبشارنا اللهم إنا نعوذ بك من نار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك اللهم حرمنا على النار اللهم إنا لا نقوى على النار ما عصيناك استخفافا لعظمتك ولكن سولت لنا أنفسنا اللهم اعترفنا بتقصيرنا وبذنوبنا فاغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين نشكو اللهم إليك ضعفنا نشكو إليك فقرنا نشكو إليك ذلنا يا ملك يا عظيم يا قوي يا جبار يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم إنا نلح عليك بالدعاء إلا حرمتنا على النار يا رب
يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين وفتحت أبوابها الثمانية في هذه الأيام المباركات لعبادك المتقين. نسألك فضلك، نسألك فضلك، نسألك جنتك، نسألك جنتك يا رب العالمين. اللهم واجعل الفردوس الأعلى مستقرنا ودارنا. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا ولا معيونا ولا محسودا ولا مسحورا ولا ممسونا ولا ممسوسا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.